بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده عن الانفكشن كنترول ان اندوسكوبي يونت. تمام. موضوعنا اساسا عن الكليننج وديس انفكشن اوف اندوسكوب. كلمه صغيره عن الابيديميولوجي والريت اوف انفكشن، يعني الانسيدنس اوف انفكشن ريليتد تو اندوسكوبي. الانسيدنس بتاع الانفكشن ريبورتد قليل جدا، من واحد فيري لو، واحد 1.8 مليون بروسيدورز. ده ليه سببه؟ عشان خاطر العيان اللي بيدخل يعمل اندوسكوب ده غالبا بيبقى اوت بيشنت، ما بيقعدش عندي انا، مش بعمله سيرفيلانس، وقت الستي بتاعه قليل، او بعد ما يخرج كمان انا مش بتابعه، ده غالبا اللي بيحصل يعني. غير ان انا عامل سيرفيلانس ومكلف، يعني كوست كمان، مش بس في البيريود بتاع ان انا اتابع العيان او كده. بس للاسف بقى موست هيلث كير اسوشيتد اوت بريكس اسوشيتد لينكد للكونتينيد اندسكوب زين اذر ميديكال ديفايس، يعني ممكن الاندسكوب ده يعمل لنا اوت بريك. طب ايه الحاجات اللي هتخلي يعني تنقل الانفكشن؟ فاكتور انفولفد في الترانسميشن اوف انفكشن، ده ممكن يبقى حاجه في الجايد لاينز بتاعتي وانا شغال، يعني الجايد لاينز بتاعت ان انا اشتغل على العيان او كده، يعني حاجه تكنيكال، او في الاكويبمنت نفسها، ديفكتد اكويبمنت. طيب ايه تاني مشكله عندي؟ النيدلز، ريوز اوف نيدل سرنج، مالتي دوز ميديكيشن، الفلويدز اثناء الادمنستريشن بتاعها، سواء في الانستيزيا تمام او الميديكيشن اللي انا بديها للعيان. الريت اوف انفكشن اللي انا او الانفكشن الترانسميتد من القصه دي، البلاد بورن باثوجين غالبا، الهيباتيتس بي، السي، اتش اي في. احنا ريبورتد حالات كتير اتش اي في مع مديريه الصحه بعد استخدام المنظار. المنظار بقى سواء بقى اندوسكوب، برونكوسكوبي، لابروسكوبي، وات ايفر، هو اتش اي في. المشكله مش في الحاجه اللي انا بستخدمها، المشكله في الطريقه بقى، يعني انا هل يعني بعمل بروسيسنج مظبوط ولا لا. ايه مشكلتي تاني؟ ايه مشكلتي تاني غير 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 ان انا ممكن نيدل ستيك او الانجري اللي ممكن تنقلني البلاد بورن باثوجين، ممكن مشكله في الريبروسيسنج زي ما احنا اتكلمنا وهتكلم عليها بالتفصيل. مشكله في جيرم سايد اللي هستخدمه، الديس انفكتنت ده نوعه ايه؟ انا عندي لو وانترميديت وهاي، المفروض انا هستخدم انهي نوع؟ ما ينفعش استخدم اللو مع المناظير، يعني هتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. مشكله في الكليننج، مرحله الكليننج، مشكله في الديترجنت اللي انا هستخدمه، الانزيماتيك ديترجنت ده لازم يبقى اكتر من 2 انزيمز، مش انزيم واحد، يعني في بارامترز لكل حاجه. خطوه التعقيم نفسها تمام، وامبروفر دراينج تكنيك، احنا هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. طيب دي انواع الاندسكوبس عامه، يعني هو جاستروسكوبي، كرونوسكوبي، سيجمودوسكوبي، برونوسكوبي، سيستوسكوبي، لارنجوسكوبي. تمام. انا بس جبت السلايد دي، ريجيد وفليكسبل اندسكوب، هو بس عشان خاطر اقول الفرق بين بالظبط كده، الفرق بينهم انا اقول بس ان الريجيد ده بيدخل الكافيتي وده لازم يتعقم، ده ماست بي ستيرلايزد. الفليكسبل لا، ده كونتاكت للميوكوس ميمبرين، فده يكفيه، يعني اقل حاجه فيه زي ما اقول اور ريكوايرد هاي ليفل ديس انفكتنت اور كيميكال ستيرلايزيشن. الفرق بين الهاي ليفل ديس انفكشن والكيميكال ستيرلايزيشن، انا نفس الماده ممكن استخدمها، بس في فرق في الكونتاكت تايم، في فرق في الحراره تمام، يعني بين الاسترلايزيشن وبين الديس انفكشن. ايه مشكله الفليكسبل اندسكوب اللي هو اللي عندكم المفروض؟ انا او زي ما بنقول هو سلاح ذو حدين. انا ايوه انا على قد ما العيان هو بيدخل بسرعه ويطلع وريكفري من انستيزيا سريع، وان العيان ما بيقعدش عندي تمام، وبقلل الهيلث كير كوست وسيف وشورت البيشنت ستاي، على قد ما الريسك بقى بتاعي اللي هو يخصني في الانفكشن كنترول، انا بتعامل مع نارو اليومين تمام، بتعامل مع بورتس وفالفز تشانلز تمام، في جزء جوه عايز يتنظف كله عميق، ان هو بيتاثر بالحراره، انا ما اقدرش ادخله اوتوكليف، ممكن ادخله لو ليفل ستيرلايزيشن، حاجات اللي هي زي الاثيلين اوكسايد والبلازما H2O2، او كيميكال ستيرلايزيشن او هاي ليفل اوف انفكشن، ده المتاح قدامي. ان انا البري كليننج، لازم مرحله البري كليننج هي للاسف ما بتتعملش غالبا، اللي هي جوه اوضه العمليات، جوه اوضه البروسيدورز نفسها، لان انا بعد ما اخلص الاندوسكوب لازم انضفه، البري كليننج دي جوه الاوضه، وده غالبا مش بيحصل، انضفه من بره وانضفه من جوه كويس بالانزيماتيك ديترجنت، دي خطوه ستيب قبل ما نقوله للديرتي روم او يروح يتنضف جوه، دي خطوه غالبا مش بتحصل عندنا برضو،
يعني انا اول ما العيان الميوكس والدبرس وكل الحاجات دي لازم تتنظف جوه اوضه العمليات. لا يبقى هو ووتر وانزيمات الديترجنت، خطوه الانزيمات الديترجنت لازم ولازم تبقى جوه المنظار. يبقى هو هنبدا في هو ايه خطوه، انا بقول ايه الفرق بين الكليننج والديس انفكشن والسترلايزيشن. الكليننج ده انا بس جاست اللي انا بشيل بس الاورجانيك او الاورجانيك ماتيريال من بره، هي تنظيف. يعقوبه بقى الديس انفكشن او السترلايزيشن. كليننج دي خطوه اساسيه لازم، بعديها هطهر او هعقم. تمام. الديس انفكشن دي الديس انفكشن بيموت كل حاجه، بيموت كل الباثوجينيك اورجانيزم ما عدا السبورز. السبورز بتفضل، وعشان كده يفضل التعقيم. التعقيم بيقتل كله. تمام. ايه 3 ليفل اوف ديس انفكشن؟ عندي هاي ليفل، انترميديت، لو ليفل اوف ديس انفكشن. هاي ليفل اوف ديس انفكشن هو بنستخدم فيه، انا اقول ايه المطهرات كلها منهم السايدكس اللي احنا بنستخدمه او سايدكس اوبا. الانترميديت ده اللي هو زي الكلور زي الايودين. اللو ليفل زي مركبات الامونيوم الرباعيه، كواترن الامونيوم كومباوند. انا معايا هنا هستخدم الهاي ليفل اوف ديس انفكشن. الاستراليزيشن بقى دي بتقتل كل حاجه، كومبليت ديستراكشن. تمام. لكل الميكروب. سبوتنج كلاسيفيكيشن اللي احنا بنستخدمه بنقسم على اساسه اللي احط المناظير فين، في انهي ايتمز، كريتيكال، سيمي كريتيكال، لو كريتيكال ايتمز. الكريتيكال ايتمز دي اللي هي الالات الجراحيه، الانسترومنت اللي هتقطع. تمام. او هتدخل السترايل كافيتي. تمام. او هتقطع في التيشو، دي ماست بي سترايل، لازم تبقى سترايل. تمام. السيمي كريتيكال هو زي المنظار بتاعنا اللي هو كونتاكت مع الميوكوس ميمبرين او نون انتاكت سكين. ده لازم استخدم له اقل حاجه هاي ليفل انفكشن. ما ينفعش استخدم له انترميديت او لو. تمام. بيقتل كل حاجه، احنا قلنا الهاي ليفل ده ما عدا السبورز. اللو ليفل بقى او نون كريتيكال ايتمز دول اللي هم اللي بيلمسوا الجلد من بره، انتاكت سكين. تمام. او السيرفيسز زي البيدز والكاف بتاعه البلاد بريشر. تمام. الفلورز دول بنوعين نون كريتيكال ايتمز، ينفع فيهم بقى الانترميديت او اللو ليفل. طيب الري بروسيسنج ده يشمل ايه؟ زي ما احنا قلنا الكليننج اند هاي ليفل اوف ديس انفكشن اور سترلايزيشن. خطوه الكليننج ثابته معايا. تمام. اوفر يوزابل اندوسكوبيك ديفايسز، يا اما مانوال يا اما اوتوميتد. تمام. خطوه الكليننج بتبقى مانوال غالبا، مفيش اوتوميتد كليننج. الاوتوميتد ده هيبقى في الديس انفكشن. تمام. انواع الاسترلايزيشن هو مكتوب اهو، ستيم اندر بريشر. تمام. اللي هو الاوتوكلاف، اسيلين اوكسيد جاز او H2O2 اللي هو البلازما، والليكويد كيميكالز. تمام كده. طيب ده ريبروسيسنج جايد لاينز المفروض احنا نمشي عليها. انا يهمني في المنظار هعمل له كليننج، هعمل له ديس انفكشن، هعمل له دراينج، هعمل له ستورج. تمام. السيركل تمشي كده يبقى انا كده تمام، ما عنديش ديفكت في اي حاجه. تبدا منين؟ من الكليننج. الخطوه دي الكليننج اللي هي اول خطوه فيها البري كليننج، اللي هي دي لازم تبقى في البروسيدرز روم في اوضه العمليات. الجزء الثاني بقى الري بروسيسنج اريا بقى دي يشمل المانوال كليننج والديس انفكشن والدراينج والستورج. تمام كده. الري بروسيسنج اريا دي تقسم اثنين، ديرتي وكلين. المفروض ان يبقى عندي اوضتين او بارتيشن، المفروض ان انا افصل بين الكلين والديرتي، ما يبقوش في مكان واحد. ما بقاش انظف هنا والرزاز واطلع واعمل كونتامينيشن للانفايرمنت، بعد كده اروح جنبه على الماشين او كده اعقم او اطهر. تمام. يبقى في بارتيشن بينهم. مرحله الكليننج اول حاجه البري كلين زي ما احنا قلنا دي في الاوضه اوضه العمليات. بعد كده هبتدي هغطي المنظار بتاعي وهقفله كويس وهوديه بقى اوضه الديرتي. تمام. هبدا بالليك تيست، هبدا اقوله دلوقتي. بعد كده المانيوال كليننج بقى كل الديتشابل بارتس هفكها، كل هيتنظف هعمل رينز. كل خطوه الكليننج اتعقبها الرينز، بعد كده الدراي. تمام. بعد كده هدخل في الديس انفكشن، هطهر سواء مانيوال او بماشين عندي اوتوميتد، وهعمل برده رينز وهعمل بعد كده دراي. تمام. الخطوه دي يعني بعد الكلين وبعد الديس انفكشن، رينز ودراي لازم. الالكوحول رينز دي عليها كلام. الالكوحول رينز دي في يعني الجايد لاينز الجديده بتقول، هي مكتوبه بس في شركات كتيره جدا بتعترض على الالكوحول رينز ده عشان خاطر بينشف المنظار بيبوظه، فبيرضوش بيها خالص، يعني يقولوا يعني خطوه ممكن نشيلها خالص. بعد كده بقى الدراينج، بعد كده الاستورج، هحطه فين؟ تمام. انا بالنسبه لي الصوره دي لو طبقت انا كده بشتغل صح. اول حاجه الكليننج هي الفيرست موست امبورتنت ستيب، هي دي اهم خطوه خالص، عشان كده بركز على البري كليننج. بري كليننج ايميديت افتر يوز. تمام. ده بسبونج من بره كده
اوتسايد همسح المنظار من فوق لتحت بميه، تمام، بووتر. الووتر اللي هستخدمه ممكن يبقى تاب ووتر معايا في كل المراحل لغايه اخر مرحله. اخر مرحله بتاعت شطف، بعد شطف المنظار من ديس انفكتنت لازم تبقى بسترايل ووتر، استرايل مش 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 من محطه ميه. استرايل هي زي استرايل، مش لسه مش مقطره. استرايل ووتر اللي هي زي بالظبط زي الصلاين كده اللي هي بتتباع في عبوات مقفوله. ما هو الصلاين في حد ذاته ده يبوظ المنظار. الصلاين زي الكحول بالظبط، الصلاين ده يعمل دراينس للمنظار، ما ينفعش، لازم استخدم ووتر، تمام. فالووتر دي اخر مرحله، يعني انا ممكن استخدم ميه الحنفيه، يعني ميه الحنفيه اللي فيها كل حاجه في المراحل اللي قبل كده، بس اخر مرحله دي لازم استخدم استرايل ووتر، تمام. من جوه بقى يعني هعمل بقى ساكشن للديترجنت والاير تو جيت ريد اوف ديبريس، يعني الخطوه دي لازم تتعمل جوه المنظار، تمام. ده في اوضه، ده انا بتكلم في اوضه العمليات كده، تمام. كل ريوزابل بارت هفكها، تمام، هسوك، هنقع في الـ في الـ العلبه اللي معايا، الكونتينر اللي معايا بغطا، تمام. هنقلها زي ما هي كده، خلاص فكيته وهنقعته في الانزيماتيك ديترجنت، هنقله بعد كده للديرتي روم، تمام. هكمل كل حاجه جوه، تمام. الخطوه دي مهمه خالص اهو، عشان خاطر اهو تو ريموف الديبريس، تمام. كل الميوكس والبلاد على المنظار هشيله، تمام كده، ونقلل الريسك بتاع الانفايرمنتال كونتامينيشن. انا ما عملش انفايرمنتال كونتامينيشن جوه اوضه الديرتي روم اللي انا هشتغل فيها، يبقى انا هعمل القصه دي جوه اوضه العمليات. الليك تيست ده، انا ده خلاص نقلت المنظار في الديرتي روم، هبتدي اعمل الليك تيست. لازم اتاكد الاول ان المنظار بتاعي ده ما فيهوش مشكله، عشان ده بعد كده ايه هشيله اكسكلود من الورك خالص. هغمره في الميه زي ما هو موجود كده، سبمرجد ان ووتر، تمام. وبعد كده بامب، المفروض ان انا هستخدم حاجه، يا اما حاجه اوتوميتد يا اما حاجه مانوال، تمام، زي جهاز بريشر كده. هعدي فيه الهواء، المفروض ان هو لو في اي هولز هيعمل بابلز تحت الميه، فساعتها ان انا ايه هقول ان المنظار بتاعي ده شغال ولا مش شغال، تمام. دي اول خطوه خالص قبل ما اعمل اي حاجه. اقول ليك تيست، ممكن نعمل مانوال، بمانوال حاجه زي جهاز الضغط كده كف، يا اما بالاوتوماتيك. ارتي روم هدخل المنظار هنا، تمام. وبعد كده زي ما بنقول دايما جوه الاوضه عندي جزء سيبريت، يا اما الديرتي وحده والكلين وحده، تمام، ما يبقوش جنب بعض او بينهم بارتيشن. ده جزء الديرتي ده انا عايزه احوض زي كده، عايزه سينك، وعايزه انزيماتيك ديترجنت زي ما مكتوب، عايزه اي ووشر، حاجه لو جه عليا الحاجات دي طبعا كلها سبلاش، ولازم هبقى لابسه لسه هقول البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت كلها. عايزه براشز، عايزه فرش، فرش دي احجام واشكال لكل حاجه بقى، حاجات للكاب والفالفز، حاجات تدخل بقى جوه اليومين، حاجات ديسبوزابل، حاجات يعاد استخدامها، تمام. المفروض كل الحاجات دي موجوده عشان ابتدي انقع المنظار واعمل له خطوه الكلينينج، تمام. ده متوفر عندي، اللي هو عندنا في شكل الحوض، حوض البلاستيك ده اللي بغطى، يعني بالظبط كده، هو ده، هو ده بالظبط. طيب انا قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، انا دلوقتي خلاص في الديرتي روم، هلبس كل حاجه بقى. المفروض المساعده او التمريض المسؤول عن الغسيل، هي غالبا تمريض، هنا تمريض، هيبقى كل حاجه بقى، يبقى من اول الاوفر هيد، الماسك، لو في فيس شيلد يبقى انا كده ممتاز، هغطي الوش كله من السبلاشز دي اللي هتعرض لها. المفروض يبقى فيه ابرونز، في اللي بتلبس على تحمي، تبقى حاجه تبقى سميكه ومش منفذه بالظبط كده، عشان خاطر تحمي، زي اللي بيلبسوها كده بتوع نسا مثلا عشان الدم. والاي بروتكشن، الاي بروتكشن او الفيس شيلد، اقول حاجه تحمي الوش من فوق لتحت، تمام. طبعا والجلافز طبعا. الكليننج او زي ما احنا شايفين كده، هنبدا من برده هنعمل، هنكرر اللي عملناه في الاوضه تاني، هنبتدي برده نمسح المنظار من بره بالسبونج، ونبتدي من جوه بقى حته حته، جزء منه هنفك كل اجزائه، وهنبتدي ننضفه جزء جزء. هنشيل كل اللي تشانل كابس والفالفز زي ما شايفين كده، ونعمل برش كل اجزاء المنظار، تمام، ومن جوه، تمام، الاجزاء المنظار الداخليه، تمام، اشكال الفرش اهي. طيب الحاجات بقى بعد كده، بعد ما اخلص الفرش الديسبوزابل هرميها، اللي ريوزابل لازم اطهرها، لازم اطهرها،
تمام، يبقى العيد استخدامه يبقى هطهره بسايدكس. تمام، دراي هعمل رينز الاول هشطف بعد ما خلص خطوه الانزيماتيك ديترجنت. طبعا لازم يقعد الكونتاكت تايم بتاعه اللي هي حسب الشركه برده، ما تقول من 4 دقائق ل10 دقائق، هسيبه منقوع بعد لما اعمل طبعا البراشنج ده، يعني هعمل براشنج وهسيبه الكونتاكت تايم بتاعه، بعد كده هشطفه. تمام، هعمل رينز بعد كده دراي. خطوه الكليننج الطرقيه المهمه جدا جدا، يعني خطوه الكليننج دي لو ما اتعملتش مظبوط يبقى انا بعد كده الديس انفكتنت حاجه زي سايدكس ده ما بيشتغلش اصلا على عندي بورتين او يعني لو ستيل في عندي بعد ما نظفت ملوش اي لازمه. فانا خطوه البري كليننج والكليننج دي اهم حاجه. تمام كده، طيب بس خلاص. تمام، انا كده خلاص، انا كده كلين ودي كونتامينيت، بس لسه ما وصلتش للهاي ليفل ديس انفكشن. هدخل فين بقى؟ الكلين روم. هنقول المنظار بتاعي متغطي، خلاص نظفته، متغطي في كونتينر مقفول، هروح بيه الكلين روم. الكلين روم ده بقى يا اما المفروض هعمل يا اما هعمله هاي ليفل اوف ديسانفكشن او سترلايزيشن، ده او ده. هاي ليفل اوف ديسانفكشن ده اللي احنا بنعمله هقول عليها ايه، المطهرات، سواء هو مانيوال سواء اوتوميتد. تمام، سواء هشتغل مانيوال او عندي ماشين هتعمل لي خطوه ديسانفكشن دي. ايه هما بقى الحاجات اللي انا بستخدمهم؟ كل دول هاي ليفل اوف ديسانفكشن. تمام، بس اللي مسموح ليه اللي انا استخدمهم هنا في المنظار، الجلوتراتدهايد بتركيز 2% 2.2 الاورثو اللي هو الاوبا بقى اورثو فيسالدهايد. تمام، 55%. تمام، تركيزه البيرسيتيك اسيد. البيرسيتيك اسيد بس مشكلته انه ليه ماشين برده خاصه بيه وان هو كروزف شويه، فانا يعني لا هو يستخدم في الاثنين، ينفع في الاثنين، بس هو كروزف وممكن من الشركه. تمام، لكن هو برضو علميا يستخدم في الاثنين، يعني ينفع يستخدم في ده، هو برضو ديس انفكتنت وستيرلانت في نفس الوقت، هو وبرضو السايدكس او الجلوتراتدهايد اللي هو اسم التجاري بتاعه السايدكس يستخدم كديس انفكتنت وستيرلانت. الاوبا بس ديس انفكتنت بس، هاي ليفل ما ينفعش ستيرلانت، يبقى هاي ليفل ديس انفكشن. الفرق بينهم الحاجات الثانيه بقى، الاتش 2 او 2 هيدروجين بيروكسيد 7.5% ده اللي ممكن برضو نستخدمه، ده جاي ستيرلانت وبرضو يستخدم كديس انفكتنت بتركيز اقل من كده. الحاجات التانية دي ممكن تعمل دمج، تمام، ينفع غالبا ما نستخدمهاش. الميزه بتاعته بتاع الجلوتراتدهايد او سايدكس اللي احنا بنقول عليه وبيقتل كل حاجه، والتي بي واللي احنا قلنا بس ان هو ما عدا السبورز بس. تمام، مشكلته ان هو ايريتانت، لازم المكان اللي يبقى فيه يبقى جود فنتليتد اريا، المكان اللي هيتحط فيه وهيتعامل معاه، ومشكلته ان هو ايريتانت للسكن جدا. تمام، طيب الشيلف لايف بتاعته 14 يوم، قصه 28 دوره دي اتلغت خلاص، هو 14 يوم، يعني يقعد 14 يوم وخلاص هنتخلص منه، بس بشرط ان انا كل يوم بعمل تيست. مشكلته بس ان انا بقول لازم استخدم، لازم يبقى المكان فنتليتد. تمام، ولازم الكونتينر اللي انا بستخدمها تبقى مقفوله كويس. تمام كده، وهستخدم الواقيات الشخصيه كلها وانا شغال زي ما احنا قلنا. ميزة الاوبا عن السايدكس ان الوقت الكونتاكت تايم بتاعه اقل، السايدكس 20 دقيقه الاوبا 12 دقيقه. تمام، وهو نفس الكلام برضو اللي هو اكتف اجينست كل البكتيريا، وهو ليس ايريتانت عن السايدكس، بس مشكلته في الستين، بيعمل لون. تمام، لو ما اتشطفش لون ستين، لو ما اتشطفش كويس جدا قبل لما يدخل مرحله التعقيم هيسيب لي اللون ده ويعمل لون على السكين كمان. تمام، بيلزق، ما هو بالظبط كده، ده عيبه الوحيد. نفس الكلام برضو، لازم المكان يبقى فنتليتد، و اللي انا عشان برضو الريتيشن. البروسيتك اسيد هو عندكم انتم مش بتستخدموه، هو اكتر مع الريجيد اندوسكوب بنستخدمه كستيرلانت، يعني هو قلت برضو ان هو كروزف برضو وايريتانت. طيب الحاجات اللي ما ينفعش استخدمها هما دول، زي ما قلنا الحاجات اللي اقل من هاي ليفل اوف ديس انفكشن ما ينفعش، يعني الكحول ما ينفعش يستخدم، الايودين ما ينفعش يستخدم، الحاجات دي انترميديت ليفل اوف ديس انفكشن، ودي للسكن اصلا، الحاجات دي تستخدم للسكن. الكواترينري امونيوم دي لو ليفل اوف ديس انفكشن ما ينفعش تستخدم، الحاجات دي ما ينفعش نستخدمها خالص مع المناظير. تمام، زي ما اتفقنا في حاجات منهم توكسيك. زي ما قلنا هنستخدمه ازاي بقى، ديس انفكتور بقى، يا اما مانوال يونت يا اما اوتوميتد، في سنجل سكوب وفي اكتر من مالتيبل سكوب. ده منظره، ده المانوال،
لو انا المفروض هشتغل مانيوال، لو انتوا عندكم هنا اوتوميتد، لو هشتغل مانيوال يبقى بالطريقه دي، يعني زي كابينه صغيره، كابينه كده ومقفوله تمام، وفيها جزء لازم فنتليتد وفلترز تمام عشان العاملين. الاوتوميتد شكله كده، ده التو سكوبس تمام، لو هحط فيه منظارين. ده بتاع البارسيتيك اسيد الاوتوميتد، ليه اوتوميتد خاص بيه، الجهاز بتاعه بالبرينتر بالتايم بالكونسنتريشن. ده لارج ديس انفكتور سيستم بقى، ده حاجه كده، حاجه داتا بيزد بقى، وفي كلر تيوب لكل حاجه، حاجه للديترجنت، حاجه للديس انفكتنت، حاجه للفلتر بيبر، حاجه للاير تمام. مشكلتي في الاوتوميشن بس حاجه، انا بخاف من حاجه، تنظيف الاوتوميشن نفسها ده مهم جدا. يعني انا بعد ما اخلص الدوره بتاعتي او اخلص مرحله الديس انفكتنت بتاعي، لازم انظف الماشين نفسها كويس جدا. بيتعمل بايوفيلم، بايوفيلم ده شويه مايكرو بكتيريا تتكون فوق بعض، هتلزق مش بتمشي بقى، هتفضل قاعده في الماشين، مهما نظفت بعد كده هتفضل لازقه تمام. فده سورس اوف انفكشن، فلازم الغساله نفسها لازم تتنظف، لازم يعني بعد يعني نهايه اليوم، خلاص النهارده خلصنا تطهير، الغساله لازم تتنظف تمام. الغساله نفسها، الغساله نفسها ما هو المحلول بتاعي بالسايدكس، يعني انا يعني بعد ما خلصت هنضف بقى ميه وصابون، انضف المكان اللي اشتغلت فيه ده، وامر فيه، امر فيه سايدكس برضو بنفس الحاجه اللي انا بستخدمها يعني. طيب بعد كده قلنا خطوه الكحول دي، في خلاص دلوقتي بقت شركات كتير بتقول ان انا اضخ الكحول، انا دلوقتي وصلت للدراينج، خلاص انا عملت كليننج ديس انفكشن، هعمل دراينج وستورج. دراينج ده في خطوه قالوا ان هو الكحول دراينج وبعد كده اير دراينج. الكحول دراينج دي اماكن كتير قالت بلاش منها عشان خاطر ما يبوظش المنظار، هنعمل بقى اير دراينج تمام كده بعد الرينز، اخر خطوه يعني رينز وبعد كده دراينج. الستورج بقى المنظر بتاع الكابينت بتاعتي لازم تبقى فنتليتد، ما تبقاش مقفوله، مش دولاب خشب مقفول تمام. المناظير تبقى فيها كده فيرتيكال بوزيشن تمام. هفك كل الديتشبل بارت عن المنظار نفسه تمام، اللي هي المفروض اعاد تعقيمها او تطهيرها، وتتحفظ في الدولاب ده مقفول، ما يبقاش بقى دولاب مخلوع ظرفته ما بيتقفلش كويس، لازم يبقى مقفول. يا الا اللي انا عملته ده مش اي لازمه خالص، هنبدا من الاول تاني. ده غير ان انا قبل ما ابدا يعني بعد ما خلصت تطهير المنظار الصبح، قبل ما ابدا بديه دوره 10 دقائق المفروض تاني قبل ما استخدمه. يعني هو اتشال كده في الدولاب وحفظته، والدولاب بقى لو مش مقفول انا كاني ما عملتش اي حاجه، هبدا من الاول تاني، هنضف المنظار واطهره تاني. هو نفسه بقى المفروض يبقى فنتليتد، الدولاب نفسه تصميمه بقى بالظبط كده. الكواليتي كنترول بقى اخر حاجه، انا عشان خاطر اتابع اقول ان انا ما عنديش انفكشن وان انا ماشيه صح، المفروض ان انا بعمل ديلي تيستنج للسوليوشن بتاعي. سايدكس انا بستخدمه كل يوم هعمله تيست، يبقى الشركه اللي جايبه لي سايدكس لازم توفر لي الشرايط، لازم من ضمن القبول ان انا اقبل الشرايط بعدد ايام التيست بالظبط كده. او انا لو ممكن افتح اكتر من جيركن، فيعني لو كل حتى جيركنين معاهم ال 14 دول، يعني انا ممكن افتح بالظبط كده، انا الثلاث جيركن دول عايزه معاهم 14. دوكيومنتيشن بقى هي دي اللي بنقول عليها، فور ريكورد اوف نيسيسري، لازم ابقى مسجله العيان ده دخل امتى، عمل المنظار امتى، الساعه كام، الكلام ده كله دوكيومنتد بالظبط كده. اخر حاجه بقى مايكروبيولوجيك سيرفيلانس اوف اندسكوب، اند هو ده غالبا طبعا بيتعمل فور ريسيرش، ما بيتعملش روتين، مكلف جدا، يعني ده بقى فيه محاضره وحده ان انا ازاي اعمل مايكروبيولوجيك سيرفيلانس للاندوسكوب. هو في اليو اس اي نوت ستاندرد، بس في اماكن تاني مثلا زي يوروب واستراليا لا ستاندرد. المفروض ان هم بيعملوا ايه بقى، بيقول لك ان اوتوميتد فليكسبل اندوسكوب مونيتورد كل 4 ويكس، والديونوسكوب والبرونكوسكوب. الاذر جي اي تي سكوبز مونيتورد كل 4 مانثز.
ده بشرط ايه بقى؟ ان انا لو عندي، لو انا التيم اللي بينظف ده اتغير، ده انا لازم اعمل كده، ان انا يعني جبت بقى حد جديد مسؤول عن التنظيف، لا يبقى او حصل عندي مشكله كروس انفكشن، يبقى انا لازم اتابع بالمايكروبيولوجي. ما هو بقى انا اقول اهو دلوقتي سامبلنج والكالتشرنج، تمام؟ هو ده طبعا ما بيتعملش، يعني الكلام ده ما بيتعملش. المفروض ان انا اخد بقى من كل جزء من المنظار سامبل، تمام، وهوديه المعمل فور مايكروبيولوجي. بس تمام، بس هو يعني بتتعمل على فترات، يعني انا شاكه في انفكشن، شاكه في كروس كونتامينيشن، هعمل، لكن مش روتين. يعني الحاجات دي مش بتتعمل روتين. هو مش هو كواليتي انديكيتور اكتر، هو مش عشان اقول المنظار استرايل ولا لا، يعني انا مش كل ما اجي هشتغل هبعت سواب للمعمل عشان ده، بس الكواليتي ان انا تشيك ان الوحده بتاعتي تمام وشغاله، يعني ممكن اعمله كل فتره، تمام. هو مكلف، الحاجات دي مكلفه جدا. اشتغل على البلاد اجار وطلع لي اكتر من 100 كولوني، تمام، هبدا من الاول من زيرو او من 1 ل 10 او من 11 ل 100 او اكتر من 100، بس الاورجانيزم عندي هاي كونسيرن اورجانيزم ولا لو اور مودريت كونسيرن اورجانيزم. الهاي كونسيرن اورجانيزم دول اللي هم الباثوجينيك، اللو اور مودريت دول اللي هم الكومنسالز، هم الاورال كومنسالز مثلا او النون باثوجينيك، تمام. بناء عليه هقول ان انا هعمل اكشن او ان انا هرجع اعيد انظف المنظار تاني. اهو دول الامثله للاورجانيزم. ده الكواليتي بقى، نقول رحله الكواليتي دي، ان انا المفروض ان انا لو يعني لو كواليتي بقى في تيستات كتير خالص بعملها، ان انا بعد الكليننج في تيست، بعد الانفكشن في تيست، تمام، اخد سويبنج وعينات واودي المعمل، تمام، بعد كل خطوه والستورج، تمام، بوست. انا بس يعني حطيت منهم مثال، هو ده بحر كبير خالص، يعني مثال بعد الكليننج ان انا ممكن اعمل ده اللي هو البيرومول تيست، ده عباره عن سويب، انا باخد مسحه كده من المنظار بعد ما نظفه، انا اشوف عليه بروتين ولا لا، بيغير لون الكلر بتاعه، كلر انديكيتور. ده حاجه سيمبل كده، تمام، ان انا اعرف بيه المنظار بتاعي اتنظف كويس ولا لا، تمام. ده واحده تشيك من الكواليتي. يعني اخر حاجه انا بقول بقى بالنسبه للاستاف اللي شغالين، لازم يبقوا امنايزد، لازم واخدين كلهم تطعيم ضد فيروس بي، تمام، لازم يبقوا طبعا عارفين ايديوكيتد اباوت البيولوجيكال والكيميكال هازارز، لازم يبقى فيه ايه كونتينوس ايديوكيشن وتريننج، تمام، احنا كل الحاجات دي، ويبقى فيه سيرفيلانس عندي المفروض. كل الستبس اللي انا قلت لها قلتها دي ليها 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 فيديو، كل الستبس، البريكنج ليه فيديو، الكليننج، الديس انفكشن ليه فيديو، الستورج، كل حاجه. لو يعني في ايديوكيشن، يعني عملنا مثلا تريننج في المكان نفسه، نعرض الحاجات دي كلها. انا بس عشان ضيق الوقت يعني بس كده. ثانك يو. انا عارفه.